اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بانوراما شباب، برنامج من الشباب وإلى الشباب، بيتكلم عن كل حاجه تخص الشباب، ابداعاتنا، انجازاتنا، كمان مشاكلنا وازاي ممكن نفكر نحلها عشان نوصل للشباب يقدر يبني مجتمع كامل وسليم ومتقدم. ما ننساش برضه ان احنا مصر من اقدم دول العالم باسم الدوله، مصر اول حكومه في التاريخ، اول جيش نظامي في التاريخ، اول من علم الكتابه والقراءه في التاريخ. قوه مصر قوه رهيبه، 53% تقريبا من تعدادها هم من الشباب، فمن دورها ومن حقها ترجع تاني زي ما كانت. نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني وبانوراما الشباب. سجل فخري واعتزازي بشباب وطني الممتلئ حماسا والذي يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتسق مع أماله وطموحه وتتجاوز آماله حدود الوطن لتشمل الإنسانية جمعاء. فهؤلاء الشباب الذين حلموا أن تكون هنا في هذه القاعة كي نجتمع ونتحاور ونصيغ رؤية مشتركة نحو المستقبل، إنما كان حلمهم حلم خير وأمل واستقرار للبشرية كلها. ورجعنا لكم تاني وبرنامج الشباب. حلقتنا النهارده هتتكلم مع شباب او مجموعه من المهندسين، هي من اولها لاخرها كده. نبدا الاول بالشباب الموجودين معايا، هم ثلاثه بقياده الدكتور اللي معاهم. نتعرف عليهم الاول. دكتور حموده، اهلا وسهلا بيك. حضرتك مهندس، دكتور مهندس ميكانيكا، مظبوط كده، جامعه جنوب الوادي. ومعايا طالب اسامه ومعايا طالب باسم. مظبوط. سنه كام يا شباب؟ تاني ميكانيكا. تانية. طب ربنا يوفقك يا رب. ميكانيكا دي انا بسمع انها صعبه. صح كده وانا غلطان؟ لا ده سمعتها سباقه. يقول لك مهندس الميكانيكا ده طيب دلوقتي احنا هنتكلم مع بعض. حضرتك الموضوع بيتكلم بشكل عام عن ال 3 دي برينتر او الطابعات اللي هي ذات الابعاد الثلاثيه. الاول عايزين نعرف الكلمه دي، لانه في كتير جدا من المشاهدين بيبقى مش فاهم كلمه 3 دي برينتر، بيختلط عليه كلمه 3 دي تقسيم وبيختلط عليه كلمه البرينتنج. اتفضل. هي موضوع اتباع ثلاثية الأبعاد، يعني في البداية خالص هي تطبيق أو عمل الطفرة في الصناعة، ولكن اتباع ثلاثية الأبعاد أن أنا بستخدم مواد معينة، المواد دي ممكن عن طريق ارتفاع درجة حرارتها وبتبقى موجودة بحيث أن أنا أستخدمها في فوهة معينة بشكلها في حركة ثلاثية الأبعاد في إكس وواي وزد لغاية بعد كده ما أبدأ يعني أخلق الشكل النهائي اللي أنا محتاجه يبقى موجود عندي. طبعًا. يعني مثلا لو محتاجين كيسينج أو اللي هو شكل مثلا غطاء موتور أو جزء معين، الجزء ده ممكن يكون معقد جدا في التصميم بتاعه، فإحنا ممكن في الحالة دي نبدأ ياخد أكواد معينة عندنا في البرمجة. الأكواد دي بتبدأ تتحرك عبارة عن طبقات لير باي لير في الحوالي، اللي هو طبقات متتالية. ودي بنسموها الصناعة بالإضافة أو الأديتيف مانوفاكتشرينج. طيب هل الطابعات ال 3 دي او 3 دي برينتنج بتطلع الخام او المطلوب او البرودكت المطلوب بنفس الكفاءه والقوه بتاعه الحاجه اللي هي بتبقى تفاصيلها او الهاي ديتيل كتير موجود فيها؟ هي الميزه بتاعتها ان هي اصلا ما بحتاجش عمليات ماشينينج او عمليه مثلا خراط، عمليه سقب وكده، هي بتعمل الشكل مره واحده. يعني بمعنى ان لو في مثلا ثقوب معينه، الثقوب دي تعتبر فجوات او اماكن مفرغه، فالاماكن المفرغه هي
الأكواد أو الأوامر اللي هي بتاخدها لغة الآلة عندنا دي بتسيب مكان الجزء ده نفسه، بالإضافة أن الأكريسي مثلا اللي احنا وصلنا لها الدقة بتاعتها الدقة دي مثلا بتوصل ممكن 100 لغاية 200 مايكرو، بمعنى أن يعني تقريبا هي يعني 1/10 ملي اللي هي قطر الفوهة نفسها أو النوزل اللي هو بتاع الشامبر أو الغرفة تمام. اللي بيبقى موجود فيها السائل المعين ده اللي أنا ببدأ ل 200 مايكرو يعني ممكن من 100 ل 200 مايكرو، لأن ده القطر نفسه أو الديستانس اللي هو بتاعت الشكل الفوهة أو النوزل اللي هو بيبدأ يتحرك ويبدأ يكون الأشكال المعينة ده. طيب الـ 3D printing أنا كنا سمعنا أنها بدأت تطلع من تقريبا من 3 أو 4 سنين بره، وبدأوا الأول بنماذج مصغرة جدا جدا يعني كانت حاجات اللي هي مثلا ممكن اشكال سيارات بداوا كده كتجارب موديلز او نماذج معينه، وحضرتك طبعا ادرى مني بالكلام ده كقراءاتك او كدراساتك اللي هي الخاصه بالميكانيكا، وبعد كده تطور الموضوع بره في حاجات اكبر من كده وصولا لغايه الحاجات اللي هي بيبقى فيها نوع من انواع الكومبليكيتد شويه في التصميم زي الاجسام او الاعضاء اللي هي بتاعه الانسان اليد او القدم او حاجات كتير جدا بداوا يتكلموا فيها بيسموها الاجهزه التعويضيه او الامبلانت ماتيريالز. طيب الفكره جت منين من الدكتور حمود انا كنت عايز تعمل 3D برنت، ايه السبب اللي خلاك زقك انا كنت لازم اعمل ده؟ هي الفكره انا كنت شغال في البدايه خالص، انا خلصت بكالوريوس الهندسه الميكانيكيه في جامعه اسيوط، وبعد كده خدت منحه في جامعه الملك سعود في المملكه العربيه السعوديه كان تحت اشراف استاذنا الاستاذ الدكتور سعيد درويش مستشار وزير التعليم العالي حاليا، هو طبعا كنا شغالين في هندسه صناعيه عن طريق اللي هو الماكينات والاجهزه والتصميم وكده، وبعد كده خلصت منحه الماجستير وبعد كده كملت شغل الدكتوراه، فغيرت الكارير خالص او التوبكس الريسيرش بتاعي او النقاط النقطه البحثيه، فبدات اشتغل في مواد حيويه او الهندسه الحيويه دي اشتغلت فيها في كوريا الجنوبيه، وهم الصراحه متطورين جدا في التكنولوجيا، ولكن في خلال شغلي هناك في المعامل فاكتشفت ان هو في عندهم تولز او اجهزه، بس بالنسبه لنا احنا كفند او فلوس او جهات دعم يعني ما اقدرش اشتري جهاز جديد. خلوا بالكم انا الدكتور بيتكلم بس جاي لكم دلوقتي، ده شاف حتى خايف بس انا جاي. فهي الفكره ان يعني بدات فعلا اعمل تكنولوجي ترانسفير او نقل تكنولوجيا ليه، انا مثلا ما يكونش عندي طبعه زي دي مثلا عندي في المعمل في هنا. ده طموح بقى. بالظبط كده. فهي الفكره طبعا يعني بدانا عرضت المشروع بعد كده عملت تصوير لي، وبعد كده كان في بعض زملاء برضك اشتغل في الطباعه فعلا قبل كده، ولكن بيوصل لحد معين فبتقابلنا مشاكل، فكان الفكره في البدايه انا الصراحه طموحي كان اعلى شويه ان انا اعمل اللي هو حبيت اعمل طبعه عن طريق مواد هيدروجيل او مواد اللي هي جيلاتينيه، المواد دي مشكلتها الصراحه محتاجه كونديشن او ظروف تتعمل في درجة حرارة معينة وكده، طبعا عندنا في الصعيد درجة حرارة عالية. فبدأنا نشتغل فيها وعرضنا الفكرة دي لطلبة البكالوريوس عندنا في مشاريع التخرج، وبدأنا اشتغلنا فيها شوية، ولكن طبعا المشاكل اللي بتقابلنا ودي صراحة الفكرة انا برضو بنيتها بعد كده بحيث ان نبدأ نعرض المشاريع للطلبة من قبل سنة التخرج بسنة، بحيث ان يبدأوا فيها على مدى بعيد شوية عشان يبدأ يحقق فعلا المشروع ذو مخرجات. ومن هنا بدأت فكرة اللي هي بتاعت المشروع. فبدأنا طبعا وصلنا لليميت معين او حد معين، لكن الموضوع ما كملش، بعد كده سافرت الولايات المتحدة الامريكية عن طريق منحة الفول برايت، فمع الصدفة وجدت برينتر تاني في المعمل اللي هناك، فطبعا حاولت برضك اشتغل عليها شوية واشوف ايه المشاكل اللي احنا قابلتنا، وبدأنا في بعد من شهر 9/11 فتم اعلان من اكاديميه البحث العلمي انه فيه معرض القاهره الدولي الرابع للابتكار، فبدانا اشوف برضه الطلبه المميزين، وهم صراحه باسم واسامه واحمد كانوا مشاركين مع زمايلهم في مشروع التخرج، فبدانا نشتغل تاني بايدنا مع بعض وعلشان نبدا نبني الجهاز ده من الاول، ولكن فكره تانيه مختلفه ان نبدا نوصل بس للبدايه بتاع او الجزء الاساسي، سميناه طبعا الفكره ان هو اللي عايز تعمل بروتوتايب. بالظبط كور، عاوز اوصل للبرودكت طلع ده. اي حاجه تانية سهله كمهندس طبعا لكن انت عايز تبدا الكور بروتوتايب بتاعك اي حاجه بعد كده قابله للتطوير. بالظبط كده. انت شفت توسمت الكلام ده في الشباب اسامه وباسم واحمد احمد هو احمد ما كانش النهارده معانا بس معانا اثنين منهم باسم واسامه. طيب. طبعا شاطرين جدا في موضوع البروجرامينج، شاطرين جدا هنعرفه دلوقتي. سلام. تمام. الاول ازيك يا اسامه؟ ازيك يا باسم؟ اسامه شكلك مش عارف مهندس ميكانيكا بتبقى كده يعني، فانت اللي هو ايه اللي هو نعم ده مهندس ميكانيكا اللي انا متعود عليه. وباسم برضو انا حاسك انك كنت عايز تبقى حاضر موجود وانت قاعد معانا. الفكره جات لكم الاول، انا عايز اسال سؤال، انت وجودكم كان في المعرض الدكتور شافكم زي ما هو قال
تمام، وشاف ان كنتوا واعدين او الفكره بتاعتكم قويه ودماغكم قويه ان كنتوا تشاركوا حاجه زي كده. ناخد فكره عامه عن المشروع بتاعكم. الفكره ان احنا كنا السنه اللي فاتت اشتغلنا مع طلبه البكالوريوس اللي كانوا شغالين في المشروع، بس فالدكتور حموده يعني هو عندنا في الكليه وكده، فلما السنه دي حبينا نكمل المشروع وكده فاحنا اشتغلنا في المشروع. احنا يعني انا وباسم كنا شغالين كجزء الكترونكس وكده فولنتيرنج في اي تريبل اي، فولنتيرنج تطوعي بس في اي تريبل اي، وفي الكليه عندنا البرانش بتاع الكليه عندنا كنا بنشرح وكده الكترونكس، فحبينا ان احنا نكمل في المجال ده وكده. طيب بالنسبه لك يا باسم، الفكره جات لكم من كنتوا فيكم في بعضيكم ولا كان في زقه من دكتور حموده كفكره؟ لا، هي الفكره كانت من دكتور حموده نفسه، بس احنا نفذناها وقعدنا يعني نعمل ريسيرش اكتر عليها وايه الافكار اللي هم اصلا ترن عليها بره وكده يعني، وكملنا. طيب انا هتكلم معاك كمهندس برضو، انا عايز افهم ايه الجيفنز او المعطيات اللي انت حددتوها كفريق وبالتالي بدات تتعاملوا مع الدكتور حموده. ايه المعطيات اللي عندك عشان تقدر تعمل جهاز زي ده؟ المعطيات عندي اول حاجه ايه الابلكيشنز اللي احنا عايزينها، اللي هي على اساسها اصلا بنحدد 3D برينتر دي هنعملها ازاي. تمام تمام. بعدين بندخل على طول على الديزاين، ايه الابعاد اللي احنا ممكن الماكسيمم نشتغل عليها، وبعدين نبتدي على طول ديزاين ونشوف الكومبوننت هل في متوفر وفي حالات احنا ممكن نعمل. طيب هل الجسم اللي انتوا بتعملوه له سكان طبعا؟ هو لا، في ممكن سكان بس احنا كنا شغالين برامج كاد. بس انا واحده وقال لا ليه؟ لا، هو السكان احنا ما كناش شغالين بيه لان السكان نفسه غالي. حلو، بس احنا شغالين احنا بنعمل ديزاين 3D سكان بس مش بيبقى بيوصل للدقه اللي هو يعني اللي بيتعمل. طب الكاد هيبقى دقه اكتر؟ طبعا انا بعد بالظبط احنا بنصمم الحاجه بس يعني بيطول اكيد الموديل بيطول. لا هي مش بتطول جامد، بس على حسب الموديل اللي انت عايزه يعني ابعاده صعبه ولا سهله وكده يعني. طيب انا كنتوا تنشئوا الطموح اللي هو وتحولوا طموحك وطموح باسم وطموح احمد مع طموح الدكتور حموده اللي هو عايز يعمل بروتوتايب وكور لحاجه زي دي 3D برينتنج في مصر. تمام، اللي لو اتحققت على فكره بره 3D برينت بقى بيوصل للعربيات يعني بيوصل ممكن يعمل 3D برينتنج لعربيه، وزي ما انت قلت حضرتك موتور واجزاء صناعيه ده داخل المباني دلوقتي. ممكن دلوقتي لسه كنت هقول لك دلوقتي داخل في المباني يعمل يعني المباني قطع قطع بسرعه زي الليجو كده اللي هي المكعبات دي، يركب 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 قام المبنى صح. سريعا قبل الفصل اللي معايا دلوقتي، انا عايز اعرف حاجه، الطموح دوت والقوه في الطموح دي، هو طموح عالي ومشروع كبير ومسؤوليه كبيره، انتوا شايفين ان كنتوا ممكن السد فيها وانك انت تقدر تنفذها، هيبقى تنفيذها تكنيكال اكتر من ان هو كانت فكره ولا انت دماغك عامله ازاي؟ هو الجميل في موضوع 3D برينتر ان هو يعني هو كود، والكود ده اوبن سورس، انت على حسب الابلكيشن اللي انت عايزه انت بيبقى معاك الكود، انت معاك الكود وبتوظفه للابلكيشن اللي انت عايزه، فهي الفكره في الكود ان انت توظفه للابلكيشن يعني بس صعوبه في الكود يعني. طيب الكود. انا هاخد ردك يا باسم بس نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني مع الشباب. فاصل وبنرجع. شباب اسمي سلمى محمد احمد من محافظه سوهاج. البروجكت بتاعي سياره تعمل بالصخور. انا تبع المراكز الاستكشافيه على مستوى الجمهوريه، طبعا المركز الاستكشافي في سوهاج. كل ابحاثي وكل التجارب بتاعتي بتتعمل في المركز. المشروع عباره عن عربيه بتمشي بتفاعل كيميائي ما بين الصخور وماده كيميائيه، ناتج التفاعل بيبقى غاز، الغاز ده بيقدر يحرك توربينه بتولد كهرباء فبتقدر تمشي عربيه. بس الفكره هي ان الغاز ده غاز ثاني اكسيد الكربون وعادي مع السيارات، فعملت له فكره مستودع معالجه بمواد كيميائيه رخيصه جدا وكفاءته عاليه. اخر ناتج بيطلع من العربيه او من العوادم دي بيبقى ناتج ترسبي ملوش اي اضرار على البيئه، فكده انا مشيت العربيه من غير بنزين ومن غير اضرار. واخده مركز اول في مجال الطاقه الكيميائيه في معرض القاره الدولي الرابع للابتكار. مجدي فتح الله، شاركت في المعرض الدولي للعلوم والتكنولوجيا تبع التعليم الفني، وانا حاليا دلوقتي جامعه القاهره كليه هندسه. فريق متكون من 4 افراد، مشروعنا عباره عن ماكينه القطع بالبلازما. احنا الاربعه الحمد لله دلوقتي كليه هندسه، مشروعنا عباره عن ماكينه القطع بالبلازما.
المكنة ديت بتقطع اي معدن موصل التيار الكهربي عن طريق ان انا ادخل لها اللوح المعدني اللي انا عاوز اقطعه وادخل لها الرسمة اللي انا عاوز انفذها على اللوح دوت عن طريق الكمبيوتر، فهي بتنفذه بالدقة المطلوبة. المشروع بالفعل موجود بره بس باسعار غاليه جدا، وبنستورده مصر باسعار غاليه جدا، فاحنا لعبنا في حته السعر. جبنا مكنه قطع بالبلازما يدوي عاديه، ركبناها على ميكانيزم CNC يخليني اقدر اتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر. انا عايز بس اوصل رساله، زي ما قلت لكم انا كنت تعليم فني ودلوقتي جامعه القاهره كليه هندسه. الدول المتقدمه ما متقدمتش غير بالتعليم الفني. كم تاني بعد الفاصل باسم. قبل الفاصل انا كنت بتكلم مع اسامه في حته ان هو الجهاز ده لو انتم كشباب فريق مسؤولين مسؤوليه كبيره برضه، ان كنتوا تعملوا الجهاز وتطلعوه كبروتوتايب او كور للبلد مش ليكم انتوا بس، تمام؟ مع قياده اللي هو الدكتور حموده عشان تطلعوا حاجه بعد كده يبدا استخدامها وتطويرها فيما بعد. قلت لاسامه سالته السؤال ده، الموضوع انتوا داخلين فيه برضه تكنيكال طبعا، داخل فيه كطموحه كتكنيكال ولا انت عايز تعمل زي ما بيقولوا كده انت لسه في سنه ثانيه فرض عليك وخلاص كشغل، تمام؟ وبعد كده ثالثه ولا رابعه بقى تخلع من الراجل؟ لا لا، هو في البدايه انا اصلا من اعدادي انا مهتم اصلا بال 3D برنت، بس مش موضوع 3D برنت، مهتم اصلا بالديزاين على برامج الكاد اللي هي زي السوليد ووركس، تمام؟ بس فهو الفكره جت من هنا ان انا اصلا حبيت خلاص موضوع 3D برنت، ان انا اصلا اصمم التصميم ده على البرنامج وبعدين اطبع على طول لحاجة أنا محتاجها مش موجودة مثلا. طيب الحاجات اللي دكتور حمودة اللي ممكن 3D print نبدأ بها دلوقتي، طبعا فكرة انك تطلع حاجة بروتوتايب وكور ده فكرة رائعة جدا وتحترم وحقك، وكمل على طريقك لغاية ما توصل لحاجة زي بر. انت شايف ان دوت ممكن يفيدنا حاليا في ايه؟ يفيد مصر في ايه حاليا؟ يفيدنا طبعا في مجال في قطاع الصناعه، زي القطاع احنا يعني قطاع خدمي، بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن اوفر السعر ده واعمل يعني انقل اللي هو التكنولوجيا الموجوده بره واصنعها هنا، هتوفر عليا في موضوع في حيات كتير خالص في الاستيراد وقطاع الغيار. يعني على سبيل المثال احنا وشغالين في مشروع التخرج كنا بندور على كتة صغيره مثلا، كنا نيجي مثلا في مراكز موجوده هنا في القاهره او طبعا مش كتير، ولكن كانت تكلفنا كتير. فبدأنا احنا بعد ما خلصنا البروتوتايب الموديل بتاعنا وبدأ يعمل منتجات، المنتج نفسه اصبح بالنسبة لنا يعني يعني غير مكلف، بمعنى ان انا قدرت في الوقت احقق طموح لنفسي. انا مثلا في مكان زي الصعيد عشان اجي مثلا القاهرة اخلص. الحاجة التانية انا محتاج برضي في تطبيقات تانية كتير كل يوم بتبقى جديدة، يعني مثلا التطبيقات الطبية النهاردة انا اتكلم عن كل يوم جديد. كل يوم جديد. حتى نفس موضوع الطباعات، في ناس كتير بتتكلم ان احنا طب ما هو موجودة الطباعة ثلاثية الابعاد في الكوميرشال او موجودة في السوق حاليا بيتباع، ولكن كون ان انا النهاردة اهل الخريج بتاعي او الطالب بتاعي انه يعني يبدأ يعرف ازاي يعمل ماشين بحيث انه ما يطلع بره سوق العمل، وفي نفس الوقت ابدا اوطي موضوع الصناعه الوطنيه، بمعنى ان النهارده مثلا الطباعه الثلاثيه الابعاد انا بعتبر ده الفيرجن رقم واحد بالنسبه او الاصدار رقم واحد. الاصدار الثاني ان انا بعد كده محتاج اغير، يعني هي نفس الفكره بتاعت الماكينات اللي هي المبرمجه بالكمبيوتر، هي نفس فكره الطباعه ولكن بتختلف في الابلكيشن، يعني دي مواد مختلفه عن والتطبيق نفسه. يعني مثلا لو هتكلم على مثلا التطبيقات الطبيه، انا النهارده ممكن بتكلم على حاجات فيري ادفانسد او حاجات متقدمه. حاليا في جامعه هارفارد وام اي تي انا بتابع ناس شغاله على الموضوع ده في مواد الهيدروجين دي، محتاجه ان انا اعمل غرفه معقمه جدا عشان مثلا ازرع موضوع الخلايا في 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 مكان مثلا بنسموه بور ستراكشر او اللي هو شكل مسام. يعني مثلا لو عايز اعمل خلق لجهاز تعويضي او عظم مثلا في حاله كسور العظام مثلا، فانا محتاج اعمل نفس الشكل ده، اعمله تصميم سواء كان بالسكان زي ما اتكلمنا في الاول، او ممكن اعمل ديزاين. طبعا الديزاين ده محتاج مجموعه من الديزاينر فيري بروفيشنال او هم محترفين علشان اعمل مثلا شكل معين. فطبعا موضوع السكاننج برضك هو مكلف ان انا اجيب سكان كده فعلا هو مكلف ان اعمل سكان. فطبعا بس التاني برضو الرسم انا كتر جيب ديزاينر بروفيشنال هو مكلف وقت برضو، ولا انا غلطان؟ هو حاليا يعني مثلا احنا بنبدا عندنا في الهندسه الميكانيكيه هو برنامج عام او تخصص عام، لكن بيندرج تحته تصميم ميكانيكي تصميم اجهزه، ولكن محتاج بعض ان انا اعمل اللي هو الكترونكس او بروفيشنال او الاوتوميتد، بمعنى ان ما اتكلمش بس على الهاردوير، انا بتكلم على 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 هاردوير وبعمل له بروجرامنج، فبيبدا يعني بيسموه ايه اللي هو الصناعات المتقدمه او الصناعات الاوتوماتيكيه، بحيث ان اعمل منتج معين بطريقه مثلا عن طريق البرمجه.
طب بتعمل ايه في الخامات اللي هي ممكن تكون ناقصه في السوق عندك مثلا؟ زي الخامات اللي ممكن تحتاج خامه معينه عشان تعمل مثلا 3D printing بيها، الخامه دي مطلوبه في المنتج اللي انت هتعمله مش موجوده هتعمل. يعني بالنسبه لي زي الماده نفسها مثلا، يعني الماده نفسها بتبقى اوريدي موجوده، الماده نفسها بتبقى موجوده زي بيسموها الفليمنت، دي بتبقى موجوده في السوق مثلا سعر الكيلو مثلا ممكن يخش في 500 جنيه، ولكن الفكره ان انا استخدم الماده دي موضوع تاني، ان انا برضك اعمل تصنيع الحاجات دي، واعتقد الصناعه دي موجوده حاليا او موجوده ممكن في مصر هنا ولكن ازاي استغل دي بحيث ان يحصل انتجريشن او تكامل في الصناعات. يعني مثلا استخدم الامكانيات المتاحه بالنسبه لي او فكري انا ان اطور شكل شيء جديد. يعني مثلا الحياه الموتورز او السيور والكلام ده دي موجوده، ولكن النهارده في عندي شكل جزء معين او بروتوتايب معين، ازاي استغل كل الابلكيشن اللي ممكن تكون متاحه هنا بالتفكير، ولكن ممكن يكون في حاجات اوريدي موجوده قدامي ولكن ما بعرفش استغل الاستغلال الكويس. طيب بحكم انك انت الليدر بتاع المشروع وتحت القياده مع الكور برضو اللي انا اسميه كور مع اسامه وباسم واحمد، كدكتور عايزك تسالهم هم شخصيا السؤال ده ان هم يقدروا يوضحوا مشروعهم بشكل كامل وبروفيشنال هندسيا، هتقول لهم ايه مثلا؟ يعني انتوا ازاي تبدا تعمل ابجريد او تطور في المشروع ده؟ خد بالك بحس انك انت بيبقى في تطبيقات بتظهر عندك كل يوم، ازاي تغير؟ يعني هو الفكره نفسها موجوده في تطبيقات مختلفه زي ما قلنا السي ان سي ماشينز او ال 3 دي برينت او الليزر ماشين مثلا. تمام. زي ما شفنا في الفواصل. ازاي انت تبدا تطور فكره المشروع بتاعك عشان تشوف الاحتياجات المجتمعيه او الصناعيه الموجوده. دكتور مهندس مذيع حموده هو من ناحيه ال 3 دي برينتر حاليا، فهي ال 3 دي برينتر كفكره بسيطه بتطبع بيه اللي هو ده المتاح في كل مكان. فالفكره انا مثلا معايا بروتوتايب لحاجه عايز مثلا مش بي ال اي مش بي ال اي ولا اي بي اس، عايز اخليط من المادتين دول. فدي حاجه مثلا ان انا ممكن اقدر اعمل 3 دي برينتر تخلط مادتين من اثنين فيلمنت بدرجات حراره مختلفه. درجات يعني كل حاجه في دول ليها درجه حراره مختلفه بتنصهر عندي طبعا. بس فان انا ازاي اعمل مزج ده شغل ماتيريال عندنا. باسم رد الجزء الثاني من السؤال كده. تمام. الجزء الثاني اللي هو انا ازاي اوظف البارتات دي ممكن عندي استخدمها في المجتمع كده. طالب مركز ماشي فاهم الجزء الثاني كويس. على سبيل المثال مثلا كان عندنا في السيد برينتر كان في موتور بتاع الاكسترودر ده اللي هو بيسحب الماتيريال نفسها، ده كان بيسخن، كان في مشكله ان هو بيسخن فيه. تمام. فما كانش معانا وقت ان احنا نشتري موتور تاني او نبدل. فروحنا عملنا كيت ديزاين اصلا عملت لها انا على سوليد وورك، وبعدين ان هو الكيت دي زي كفر للموتور وفي جواه مروحه تمام تهويه بس الموتور، ومن ساعتها وهو الموتور شغال كويس. بنفسكم بدل ما نجيب موتور جديد حليتوا القضيه انتوا بنفسكم كمهندسين طبعا. ده من اضافه برضو للاجزاء برضو في الاكسترودر وكده، كتات ما كانتش موجوده هنا بالنسبه للديزاين اللي احنا شغالين فيه، برضو عملنا لها 3D برينتنج في حته ثانيه يعني. طيب هو للاسف الوقت بتاعنا قفل شويه، فانا بس قبل ما اقفل معاكم انا عايز اسال سؤالين، سؤال واحد ليكم انتوا الاثنين. سنه ثانيه هندسه ميكانيكا وشغالين في بروتوتايب حاجه محترمه جدا ومسؤوليه كبيره زي ما قلت لكم ان كنتوا طلعوا جهاز زي ده لبلدنا عشان تستخدمه. طموحكم ايه في الاخر؟ طموحك ايه يا باسم؟ طموحك ايه في الاخر خالص لما تطلع مهندس باسم؟ ان شاء الله. انا طموحي اصلا ان انا مهتم بمجال الديزاين على البرامج زي السوليد وورك وكده. ثابت على التراك بتاعك؟ ان شاء الله. ان انا عايز اطور من نفسي اكتر، اعمل سيميليشن لحاجات كتير صعبه ان هي اصلا تتعمل. حلو. انا شغال في جزء الالكترونكس، ناوي ان شاء الله ان انا اكمل في مجال الانتجريتنج سيستمز باذن الله. يعني مجال لسه مش برضه انت ماشي على تراكك زي ما انت مش هتحيد عنه. لا انا مش هسالك السؤال ده لانك انت قلت لي طموحك انك انت تعمل البروتوتايب او الكور بتاع 3 دي برنت، واتمنى انك تنجح طبعا ان شاء الله باذن الله. دي حاجه تساعدنا وتساعد الدوله كلها وخلق فرص صناعه وعمله صعبه وحاجات كتير جدا زي ما حضرتك تفضلت وقلت. شكرا جدا يا دكتور. شكرا جدا يا اسامه وشكرا جدا يا باسم. خلصت معاكم فقرتكم الاولى مع برنامج الشباب، فاصل ونرجع لكم تاني برنامج الشباب. لبسني العقد حبيبي، مني لك سقاني الشهد حبيبي، من ذهبك لبسني.
ورجعنا لكم تاني بانوراما الشباب فقرتها الثانيه معايا مهندس مدني طاهر يسري. اهلا وسهلا بيك. كنا قبل كده ناقشنا بعض دلوقتي في التصوير على طول بالاخر يعني تمام. دلوقتي المدني انا احنا صراحه تعالى نتكلم كده يعني على البلان اوكي زي ما بيقولوا. المدني معروف ان هو كونستراكتور قوي جدا, ابعاده دايمنشنز محدده قوي جميل. جدا راجل بتمشي بالورقه والقلم على المسطره ما بتتحركش. جميل. خلاص المعماري ممكن يتجنن, الناس دي كلها تتجنن, انت ما بتتجننش. تمام. انت هدام احلام المعماريين. خلاص كده من الاخر. تمام. فكون انك انت تجيب مهندس مدني فعلا ان هو بدا, هو كل المهندسين اللي ابدع حتى انك انت تقدر تبدع في كونستراكشن معين فعلا العمدان وحاجات كده دي معروفه عننا. وبغض النظر عن ده كله المهندس المصري بره حدث ولا حرج يعني احنا التوب يعني احنا فاهم. اقول لك المهندس المصري المدني او المعماري ده التوب أكيد. بالذات النوع ده بالذات. طيب انت طاهر عملت ابلكيشن. قبل بس ما اتكلم مع طاهر, هو الابلكيشن ده مهم جدا تمام لناس كتير جدا في مجال الهندسه مش مدني بس على فكره, ولا عماره ميكانيكا وحاجات كتير كل فروع الهندسه تقريبا, لان الهندسه عباره عن مفردات موجوده, تكاليف موجوده, مصنعيات موجوده, حاجات كتير جدا. وانت فاهم الكلام اللي انا بقوله كويس طبعاً. والمشاهد عارف الكلام ده, حتى لو مشاهد ما كانش مهندس فاهم القصه دي ان فيها مفردات وطلبات صنايعي والخامات بالظبط وحاجات كتير اكيد. طاهر بيتكلم ان هو يقدر يعمل حصر كميات ومواصفات. طاهر اللي بيعمله ده هو بيهدم ماده بتدرس في الهندسه اللي هي ماده حصر الكميات والمواصفات. طبعا انت درستها. انا خاص اداره مشروعات اصلا يعني. حلو قوي. فانت بتدمر الماده دي من اساسها تمام. طيب نتكلم عن بعض مع بعض الاول يا طاهر. انت ازاي الاول جات لك فكره انك انت تعمل ابلكيشن جميل تعمل بيه حصر الكميات والمواصفات؟ تمام. هو الفكره جات لي اللي خلاك انا عايز اعمل الابلكيشن ده. اوكي. الفكره جات لي في اخر 2014 بدايه 2015 ان انا كنت عاوز اعمل سوشيال امباكت تاثير مجتمعي في مصر, فلقيت ان في اكتر من مليون واحد في مصر بيبني من غير مهندسين, فبيتعرضوا لعمليات نصب واحتيال بمقاولين بيصبوا عليهم. فقلت ايه اللي اقدر افيده كمهندس مدني اقدر افيد الناس دي. فقلت اعمل كالكوليشن حسابات تقدر عن طريقها تقدر تعمل حساب كميات وتكلفه للمشروعات. يعني قطعه ارض عندك عاوز تبنيها, دخل مساحه الارض وعدد الادوار يطلع لك كميه الحديد والزلط والاسمنت وحساب تكلفه ليها اب تو ديت. بالاضافه لو انت ده لو انت ماكش لك باك جراوند هندسي خالص. لو ليك باك جراوند هندسي بديك اضافات تانية, نوع البط السقف ايه, نوع القواعد ايه, مدخلات بتخلي دقه النوادج اكتر بكتير. عملت نسخه تجريبيه اوليه كده ونزلتها على جوجل بلاي. 1000 واحد نزلوها في خلال شهر, فلقيت فيه سوشيال امباكت جميل. فبدات بعد كده اطور, يعني بدات اخش بقى اسمع عن حاجه اسمها رياده اعمال. دخلت في مجله الاعمال مسابقه تبع انتل على المينا. كانت اول حاجه اعرف يعني ايه رياده اعمال. فبدات اثقل بقى اربط ثلاث مجالات ببعض, الاي تي الكونستراكشن تكنولوجي برياده الاعمال اللي هي البيزنس. الثلاثه دول خلوني اوصل لغايه اللحظه دي لتطبيق المهندس. تعريف تطبيق المهندس في الوضع الحالي ده مش تطبيق حصر كميات بس, هو اول منصه هندسيه اجتماعيه بتربط جميع المهندسين مدني وعماره ومقاولين وسبلايرز موردين وشركات مقاولات في مكان واحد, وتقدر توفر لهم خدمات القيمه المضافه اللي منها خدمه حصر كميات وحساب التكلفه بالظبط. انا حاليا عندي اكتر من 20,000 مستخدم على المينا ريجون في الميدل ايست والنورث افريكا يعني الشرق الاوسط يعني. بلس ان انا خدمه الحصر كميات مش حصر كميات مش خرسانات بس, بقى تشطيبات. تقدر تقول لي كم غرفه عندك قد ايه ومساحتهم قد ايه, تيجي التشطيبات من طوب ومحاره وسيراميك وسباكه ودهانات. بس البيزكس الحاجات الاساسيه اللي تخليك ان انت ما تتعرضش لعمليه نصب احتيال من مقاول. في نفس الوقت انت كمهندس بسهل عليك العمليه جدا ان انت تعمل وبتقطع رزقه. لا 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 العكس والله. بعمل كوست شيت كده بسيط كده. انت لو واحد جاي لك مالك هوم اونر عاوز يشطب بيته او عاوز يبني قطعه ارض, على الاقل عنده فكره في ثانيه هيكلف كام. كالكوليشن في ثانيه تقدر تدي له انت فيدباك ان انت هتكلف تقريبا بلس او ماينس يعني 5% ان انت ان ده هيتكلف قد ايه والمواد اللي انت محتاجها قد ايه. حلو. الابلكيشن نفسه فيه خدمه تفاعليه, هو فيه ثلاث خدمات, خدمه حصر الكميات وحساب التكلفه اوكي, في خدمات ثانيه اندر ديفلوبمنت يعني, وفي خدمه نيوز فيد حاجه كده عامله زي الجروب الفيسبوك عن طريق الاب. انت عندك انت كمهندس عاوز تسال على حاجه, الاب اسمه المهندس. المهندس اب انت بالعربي طبعا بالعربي والانجليش الاثنين لان انا عندي يوزرز من بره مصر.
فهو عربي وانجليش. خدمه النيوز ديت انت عندك كمهندس او كواحد عاوز يسال على حاجه بتدخل على النيوز فيت تاد بوست زي الفيسبوك وبصوره وتسال على السؤال ده والناس بيبداوا يتفاعلوا معاك لايك كومنت شير. وطبعا اللي بيتفاعلوا معاها متخصصين مهندسين طبعا. انا عندي على الابلكيشن دلوقتي اكتر من 100 استشاري, اكتر من 5000 مهندس مدني واكتر من 10000 مهندس عماره. عماره عندي كتير يعني بلس بقى مقاولين وهم اونرز كتير يعني. فدي الخدمه الايه الثانيه. الخدمه الثالثه انا اديتك المواد اللي انت محتاجها واديتك اسعارها ايه, بديك اقرب مكان تشيله من المواد دي سبلايرز بلس انت عاوز توصل لشركه مقاولات, توصل لشركات تشطيب, شركات انتيريور ديزاين, ده كل ثروز اب اللي انت تخش وتشوف على ثروز خدمه اسمها سجست بليسز اماكن مقترحه جوه التطبيق. تقدر توصل تكونتاكت الشركات دي تشوف سابق تعاملهم ايه. فالتطبيق ده تطوير لغتي بيقدم الثلاث خدمات دول. انا فزت في افضل يعني الفتره اللي فاتت ديت فوز افضل شركه ناشئه في معرض القاهره الدولي الرابع للابتكار. على حكايه انك انت اخذت التكريمات والجوائز بتاعتك كتير. بس سريعا كده قول لي اهمهم طبعا اخر حاجه اللي هي فزت افضل شركه ناشئه في معرض القاهره الدولي الرابع للابتكار, فزت في مسابقه تبع اليو سيد الوكاله الامريكيه للتنميه مشروع سيد بالتعاون مع وزاره التجاره والصناعه مركز اول برضو. انا محتضن طبعا اكاديميه البحث العلمي وغرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات حاضنة اعمال ابداع وفي تمويل منهم بلس ان انا فزت في مسابقه تبع من افضل ثلاث افكار لهم سوشيال امباكت في معرض كايرو اي سي تي اللي فات ده. حلو. بس هو ده يعني اهم حاجه يعني انا انجزتها الفتره اللي فاتت يعني. حاليا انا بعمل بطور حاجه جوه تطبيق الهوم اونر مش بعيد عن المهندسين خالص يعني. الهوم اونر هو الشخص اللي عاوز يشطب او عاوز يبني ممكن يبليس اوردر يعني يعمل طلب, عاوز تصميم داخلي, عاوز تصميم معماري, تصميم انشائي ثروز اب, وده بيتبعت لكل المهندسين مدني وعماره اللي موجودين متسجلين جوه التطبيق. هم بيبعتوا عروض, الهوم اونر بيختار ما بين العروض او متك اكسبت بفتح شانل ما بينهم سواء شاتنج سواء او كونتاكت رقم تليفون يقدر يكونتاكت بعض ويبدا عن طريقه ان انا وفرت للمهندس فرصه عمل وبلس للهوم اونر يوصل لمهندسين مدني وعماره ومقاولين سيرتفايد من عندي, لان انا ما بقبلش حد جوه الخدمه دي الا ما يكون لو كان مهندس يعني معتمد من نقابه المهندسين بيابلود فيجي في الكارنيه النقابه كيو ار سكان بيسكان الكود فانا باخد المعلومات واعمل. انا بعمل حاليا دي مع نقابه المهندسين ان انا اعمل فيريفاي للمهندس من نقابه المهندسين ان ده مهندس مدني فعلا, لان ده مشكله مش في مصر بس يعني في المينا ريجون كله ان انت ممكن واحد مهندس كهرباء يشتغل في المقاولات. لا ده كتير. ده في مش مهندسين اساسا. الله بالظبط انت اساسا يعني حضرتك عارف يعني يقول لك يكتب مكتب كده افتح مكتب تشطيبات ولا بنا وهو ملوش علاقه بالهندسه بالظبط. فدي ازمه كبيره جدا مجال اللي هو اي عدم التخصص وعدم الاحترافيه. فانا بعالجها ده اللي بوظ السوق بالظبط اساسا يعني. فانا بعالجها بالتعاون ان شاء الله مع نقابه المهندسين. انا بعالج الحته دي انت تعرف انت كمهندس ان انت تعرف تتعامل ده مهندس مدني ولا لا, مهندس عماره ولا لا, مهندس كهرباء ولا لا, فتعرف سلوز اب اسمه المهندس اب. انا الفيجن بتاعي في المهندس طبعا ان هو يكون حتى هو السلوجان بتاعه يور اون برايفت انجينير مهندسك الخاص جاست ان يور بوكيت في جيبك. صح صح. طيب على حكايه حصر كميات المواصفات التديت برضو فاسيلتي او تسهيلات كتير جدا للمهندس نفسه ان هو ممكن يقدر يحسب حسبته زي ما انت قلت تقريبا تقديرا كام ثانيه واحده انك انت في خامات كتير جدا دلوقتي في السوق بتتغير سعرها كل يوم. اكيد. تمام. في خامات احيانا ما تبقاش موجوده انت عارف ده. تمام. للاستيراد, للعمله الصعبه, لاسباب كتير جدا. تمام. يعني احنا عارفين اسباب انه الخامه بتبقى قليله او مش موجوده بيتم اعتماد على خامات اخرى بديله ان وجدت. اكيد. هتعمل ايه مثلا لو انت بتتكلم في الاب وجيت اديت سعر معين السعر ده اتغير بكره. جميل. بالذات في الخرسانات. جميل. خلاص كده هتعمل ايه؟ انا عندي انا بابديت الاسعار يعني انا المهندس اب لسه يعتبر كشركه ناشئه او مشروع مولود. ناشئ مولود. مشروع ناشئ. فانا عندي انا ليميتد ريسورسز فانا على قد ما اقدر بوفر الاسعار على حسب النتورك اللي عندي بلس ان انا بعمل حركه لطيفه جدا بخلي الموضوع اوبن سورس. يعني اوبن سورس بخلي الاند يوزر انا اديت سعر وانت حضرتك بتشتري لقيت سعر مختلف بتابلود السعر ده عشان بحس ان واحد تاني من مكان تاني دخل يجرب التطبيق فبيلاقي السعر اللي حضرتك ضفته فبيشوف ان كذا بقى يعني عندي كلاود زي الناس بيابلودوا الاسعار من مصر وبره مصر حاليا ده يعني انا ما عنديش انا في السعوديه مثلا انا ما عنديش الامكانيات ان انا اجيب اسعار المواد الخام ومواد البناء في السعوديه بخلي ايه دلوقتي بخلي الناس السعوديين والمهندسين السعوديين يابلودوا الاسعار يعني في زرار جوه التطبيق ان هو يقدر يعدل السعر وانا بجمع الداتا دي عندي
عن طريق حاجه اسمها AI Artificial Intelligence. بقدر ان بعد كده واحد من السعوديه تانية هيخش بجيب الاسعار متوسط الاسعار من ال 100 واحد دخل او 200 واحد دخل ان هو بجيب له متوسط اسعار واديه له ده اقتراح ليه. انت عارف ان في تحذير حاليا من الاي اي ارتفيشال انتليجنس؟ مش قوي يعني. لا ده حاجه هو في مجالات كتير. لا مش مجالات يعني مثلا انت لو تعرف المشروع بتاع الفيسبوك لما عمل 2 روبوتس. ايوه بالظبط ان هو بداوا يتعلموا لغه الاليين يمكن يعني. طبعا طاهر كمهندس عارف الكلام ده. كان الفيسبوك عملت 2 رجال اليين فجأة اكتشف انه في الاثنين رجال قليلين طوروا لغة خاصة بيهم محدش يعرف عشان البني ادم ما يفهمهاش. بالظبط. طبعا اول ما حصل الكلام ده دمروا المشروع تماما. بالظبط. دمر رجعهم عارف لافكار ترمينيتور. بالظبط. رايز اوف ذا ماشينز اللي هو صحوة الآلة. بس دي حتى ادفانسد قوي. انا بعيد عني انا بس بستخدم اي اي في حاجة واحدة بس ان هو لو حد اعرف منين ان الناس اللي بيدخلوا اسعار دي يدخلها لي. افرض واحد دخل لي سعر بعيد قوي عن السعر المنطقي وفرضا واحد عايز يضرب سعر او يضرب سعر ما ده موجود برضه كلام. فانا ده لما بيشوف الاي اي عندي اللي انا بستخدمه لما اشوف ان حوالي 1000 واحد او 1000 واحد دخلوا مثلا 100 واحد دخل مثلا سعر ب 1000 جنيه 200 واحد دخل ب 2000 500 واحد دخل ب 1500 فهو بيعمل رينج ما بينهم مش افرض مثلا 100 واحد دخل مثلا ب 50 جنيه ايوه فاهم فسعر فهو بيقدر يفهم الموضوع كالكوليت. يقدر يبعد السعر الفيك المزيف وياخد السعر فعلا بالظبط. طيب نطلع على فاصل ونرجع لكم تاني وطاهر. مصري وروحه فيه هو ده المصري لونه من ضحكة عيني هو ده المصري هو بوابة عبرها وضجرها وسندت ايديها ورجعنا لكم تاني برنامج الشباب. طاهر احنا قدامنا دقيقتين ان شاء الله ونخلص. الموضوع بتاعك مهم جدا توبك مهم جدا. ممكن مهندس في خريج فنون جميله يتفرج عليك دلوقتي انتيريور ديزاين تمام وانت عارف ان انتيريور ديزاين حاليا في نوع من انواع التفاهم ومذكره مناقشه بينه وبين نقابه المهندسين لقبول في عضويه نقابه المهندسين تمام. يعمل ايه مهندس ده مع العلم انت راجل كمهندس وفاهم ومدني ان الشغل بره التشطيبات هم اصحاب السياده الانتيريور ديزاين بتوع فنون جميله هم فنانين فعلا اكيد حلو يعملوا ايه. انا عندي الخدمه اللي انا بطورها ديت قلت لحضرتك ان لو انت معاك كارنيه نقابه فانت بكيورز كام وانا بعمل لا انا واحد دلوقتي بيتفرج عليك دلوقتي حالا انتيريور ديزاين مش معاك كارنيه نقابه هو انا وانتيريور يعني مع دارس اوكي هو بيسجل جوه تطبيق وانا بعد كده بتواصل معاه بدي بجمعهم كل فتره بديهم سيشنز بتاكد ان هو فعلا فاهم اللي عنده كونسبت الرئيسيه بتاعه الانتيريور ديزاين. لو اتاكدت من الموضوع دوت خلاص بكواليفايد الموضوع جوه زي اوبر وكريم بالظبط يعني. فانا ان انا بياخد فيريفيكيشن هو يقدر يشتغل في الخدمه دي لخدمه الكونستراكشن سيرفيس ان هي بوصل لهم اونر بالمهندسين. اما بقيه التطبيق يقدر يستخدمه فور فري عادي خلاص لا براحته خالص يعني. اما الخدمه دي عشان تطبيق فور فري فعلا هو تطبيق فور فري انا بقى يعني الريفينيو ستريم من حته ثانيه ان انا في عشان يجي لك عروض شغل ولا ادز بقى والحاجات كلها بتعتمد على سبونسر شيب والحاجات دي يعني بالظبط برافو عليك ده يشجع اكتر على الدخول عليه. انت ممكن تستخدم التطبيق وتقدر تكالكوليت كل الحاجات دي فور فري مجان يعني. حتى كان لغايه شهر فات كان في مساحات فوق ال 500 متر كانت بفلوس بس دلوقتي فري will be free always يعني. برافو عليك شكرا جدا يا طاهر وربنا يوفقك بجد وبسم الله ما شاء الله على الفكره قويه جدا تستنى تفوز مش في مصر بس في اي حته لانك انت بدات تترجم ال- 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 الرسم والهندسه والخامات والكلام ده كله للبسيط للي مش مهندس بالظبط وده صح كده. اي نعم ممكن تقطع عيش ناس شويه او تقلل عيش ده لا بديلهم شغل المهم بس برافو عليك وربنا يوفقك كده ان شاء الله مسيري. ان شاء الله نتقابل مع بعض في حلقه تانية بقى لما الاف يكبر ويبقى ان شاء الله انت اكثر من 20000 باذن الله. اشكرك جدا يا طاهر مسيري. قصت معاكم كده حلقتكم النهارده البرنامج الشباب مع مجموعه من المهندسين اخرهم كان طاهر والقفله الجميله للابلكيشن المهندس. تابعونا ان شاء الله وحلقه جديده من منكم برنامج الشباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.